ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. أي أنه إذا كان المنادى علما وصف بابن واتصلت به وكانت ابن مضافة إلى علم لك في العلم المنادى هذا مستغرب الضم على الأصل والفتح أو النصب فتقول يا زيد بن عمرو هذا هو الأصل ولكن تقول يا زيد بن عمرو قالوا يا قلت يا زيد بن عمرو الفتحة هنا إما أنك ركبت زيد مع ابن تركب 15 فالفتحة بناء وإما أنك أضفت زيد إلى عمرو وأقحمت ابن بينهما والابن يصح أن يضاف إلى أبيه فالفتحة في زيد فتحة إعراب لأنه مضاف وإما أنك أتبعت الدالة في زيد للنون في ابن لأن بينهما حاجزا غير حصين وهو الباء الساكنة فتسمى حركة إتباع والله أنا قولي ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد اللتهم فإن انتفت العالمية من الأول تحتم الضم مثل يا غلام ابن زيد لو ليس علما أو من الثاني نحو يا زيد ابن أخينا ليس لك الأول إلا الضم فإن وجد فاصل بينهما تقول يا زيد الفاضل ابن عمرو ليس لك بزيد إلا الضم فإن عرفت ابن بدلا أو عطف بيان أو منادى آخر أو منصوب بفعل تحتم الأول الضم والها ومثل ابن ابن ومثل ابن ابن تقول يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم أو يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم والها أنا قولي ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد والضم إن لم يليل ابن علما أو يليل ابن علم قد حتم أقرأ وضم أو انصم إذا اضطر الشاعر لتنوين ما هو بمعنى الضم له أن ينونه منصوبا أو ينونه مضموما قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام وكأن ابن مالك يرجح الضم وهذا مأخوذ من تقديمه إياه قال واضمم وانصب قال عبدا حل في شعبا غريبا لؤما لا أبالك واضطرابا عبدا حل في شعبا غريبا أنا أقول وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق وضم بيا أقرأ وبالاضطرار قصة جمع يا الأصل أن يا لا تجامع أل أصل لا تجامع النداء وسبق في أول كتابا قال وحلف الذي إن تنادي أو تضيف أو جب تقول يا عباس ولا تقول يا العباس ووقع ذلك في ضرورة الشعر عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له طرق عرفت له بيت العلا عدنان عباس يا الملك هذا مضطر فيا الغلامان اللذان فر إياكما أن تعقبانا شرا هذا مضطر أو كذلك محكي الجمل كما لو سميت ابنك الكريم خالد تقول يا الكريم خالد أنا أقول لا مع الله ومحك والله كذلك تقول يا الله أو يا الله أكثر بهمزة قطر أن تقول يا الله وسمع يا الله بإثبات الألفين وسمع يا الله بإثبات الثاني أها ما أقول إلا مع الله ومحك يرجو الأخرى والأكثر اللهم الأكثر في نداء الله سبحانه وتعالى أن تحذف الياء وتوضعها ميما مشددة بعده فتقول اللهم وهي في القرآن كثيرة قل اللهم فاطر في القرآن وفي اللغة وفي السنة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي وهو جمع بين يا بين العوض والمعوض عنه قال إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم قال وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما ودد إلينا شيخنا مسلما فإننا من خيره لن نعدم يا اللهم ما جمع بين ياء وزاد ما أخرى هذا قوي والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قلب الله الطريق كرى إن النعام في القرى أضرب كرى أضرب كرى إن النعام في القرى هذا مثل عربي يضرب لمن يتكبر وغيره أقوى منه كرى أصله كروان طير حقير أطلق اسكت يا كروان إن النعام النعام قوي لو دعس عليه برجله لقتله أبوي أطلق كرى يعني يا ضعيف استحي واسكت غيره أقوى منك مثل يضرب لمن يتكبر وغيره أقوى منه أطلق كرى أصله يا كروان رخمة بحذف حرفين